بنرحب بحضراتكم مشاهدينا في هذا اليوم الجديد من صعيد الخير من قلب صعيد مصر والمحطة الثانية في الجولة الرئاسية الهامة التي يقوم بها السيد الرئيس والتي تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر القديم والحديث والتي تشمل العديد من محافظات صعيد مصر وافتتاح العديد من المشروعات التنموية المختلفة. منذ إطلاق السيد الرئيس للمشروع القومي لتنمية صعيد مصر وكل مؤسسات الدولة هناك تضافر وتنسيق فيما بينها من أجل تحقيق التنمية الشاملة المستدامة في قلب صعيد مصر ولأهالينا في الصعيد. نتحدث عن أهمية وزارة التنمية المحلية والدور الهام التي تقوم به بشكل أساسي في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر وذلك من خلال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي. أهلا بسيادتك يا فندم. أهلا بيك وأهلا بكل الناس. صباح الخير عليكم وعلى كل أهل مصر بخير إن شاء الله. سيادة اللواء، طبعا وزارة التنمية المحلية ليها دور كبير جدا في تحقيق التنمية الشاملة في صعيد مصر، وده طبعا الحقيقة ظهر منذ أن أطلق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الصعيد. ياريت حضرتك تكلمنا عن أبرز ما تقوم به وزارة التنمية المحلية منذ إطلاق المشروع القومي لتنمية الصعيد وحتى الآن. أنا عايز يعني برضو قبل ما نتكلم في مشروع تنمية الصعيد أو برنامج تنمية الصعيد سوهاج وهنا، أنا أحب أتكلم على برامج التنمية المحلية اللي اهتم بيها سيادة الرئيس من بداية سنة 2014. أنا هدي نبذة بسيطة جدا هتبين الفرق كبير بدأ اهتمام سيادة الرئيس ب 10 محافظات الصعيد. سنة 2014 كان الوضع سيء جدا في المحافظات كلها. هكفي مثال واحد بس، إن احنا كان عندنا مستوى الحضر يعني المدن في الصعيد كانت مستوى المعيشة فيها أقل من الريف في بحري، فده المؤشر ده بيديك على طول الوضع اللي بصفة عامة في الصعيد كان شكله إيه. كنا بنتكلم في الصرف الصحي في الريف 7% وفي المدن يصل 22%. هنا بيديك برضو مؤشر تاني إن الوضع شكله إيه. المؤثر الثالث ان احنا كان عندنا ما كانش فيه منطقه صناعيه مرفقه، ما كانش فيه وسيله، ما فيش كان فيه قروض كافيه انها تقدر تاسس مشروعات صغيره، وبالتالي ما كان فيه بطاله زياده اكتر من اي دول اكتر من اي محافظات اخرى. الثلاث مؤشرات دول سياده الرئيس اهتم بيهم جدا، وكان توجيهاته من سنه 2014 ان احنا بدانا نهتم ببرامج التنميه المحليه. برامج التنميه المحليه عندنا 5 برامج اساسيين، بالاضافه ان فخامته كدينا على 5 برامج تانيين. احنا من سنه 2014 لغايه وقتنا الحالي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي، احنا انفقنا على برامج التنميه فقط 54 مليار جنيه بمعدل سنوي تقريبا 8 مليار جنيه. لو عملت مقارنه ما قبل سنه يعني نقول 12 13 كان الصعيد كله في السنه متوسط السنه عنده 800 مليون جنيه. الفرق واضح طبعا ما بين 800 مليون جنيه في السنه وبين 8 مليار. فبالتالي احنا كل دي استهلكت في ازاي نقدر نعمل عداله توزيع بين 10 محافظات وحقق تنميه موجوده، وفي نفس الوقت اضيف برامج زياده تدي للمواطن قدره ان هو يقدر وسيله يبقى فيه بطاله بتقل والفقر بيقل، وكل دي معدلات بتقل بسبب فيها اساسي. سياده الوزير، يعني حضرتك تحدثت انه في برامج كثيره تم تنفيذها من اجل تحقيق التنميه الشامله في صعيد مصر، ومن ابرز هذه البرامج برنامج التنميه المحليه لصعيد مصر، والحقيقه اللي قامت الامم المتحده بادراجه على منصتها لانه هي الحقيقه يعني هذا البرنامج استطاع ان هو ينجز انجازات كثيره في مجال تنميه صعيد مصر بالكامل ومحافظات صعيد مصر. اهميه هذا البرنامج وخصوصا في الجمهوريه الجديده والاعداد للجمهوريه الجديده. احب برضه اوضح لسعادتك ان البرنامج ده بدا ان سياده الرئيس في سنه 2014 في اول زياره ليه للولايات المتحده الامريكيه التقى مع رئيس البنك الدولي، وكان كلامه معاه ان احنا عايزين نعمل برامج تنمويه متكامله في بعض محافظات الصعيد. سنة 2016 بدأت التوقيع بالأحرف الأولى، سنة 2018 بدأنا فعليا العمل في مشروعات الصعيد اللي فيها. عايز أقول مشروعات الصعيد احنا نفذنا في سوهاج وقينا فقط ما يقرب من 4100 مشروع بتكلفة 15.2 مليار، ده بخلاف ترفيه 6 مناطق صناعية متكلفة هتكلف حوالي أكتر من 6 مليار جنيه. وفرت فرص عمل ما يقرب من 269 ألف فرصة عمل حقيقية موجودة في مناطق الصعيد المصارف الصعيد. بالإضافة أن احنا عملنا حاجة مهمة جدا وهي تطوير الإدارة المحلية، وتطوير الإدارة المحلية دي كان مهم جدا، تطوير مؤسسي، لأن هي اللي هتتولى إدارة المشروعات اللي بتتم حاليا في الصعيد.
الارقام اللي بقولها سعادتك دي بخلاف المشروع الكبير والمبادره الكبيره اللي سياده الرئيس عملها اللي هي مبادره حياه كريمه اللي احنا شغالين فيها، اللي هو حاليا دلوقتي شغالين في 34 مركز من 69 مركز في الصعيد. ال 34 مركز دول تكلفتهم لغايه دلوقتي المبدئيه وصل ل 180 مليار جنيه. لو بدأ عملنا الخمسة التانيين يبقى احنا بنوصل لحوالي الضعف تقريبا، احنا بنتكلم في 360 مليار جنيه هينفقوا على الريف المصري علشان يقدر ان هو يدي ل 18 مليون مواطن في حياة كريمة متوفية فيها. فبالتالي دي أهمية مشروع تنمية الصعيد. المشروع متكامل بيمس كل المجالات العمل داخل، فرص عمل، ترفيه مناطق صناعية بالإضافة لمشروعات صرف صحي، مشروعات مياه نقية، مشروع متكامل. عشان كده الأمم المتحدة أدرجته السنة دي من أفضل البرامج المتكاملة في التنموية المتكاملة أو المحققة لأهداف الأممية على منصتها في الأمم المتحدة 2021. لو تحدثنا عن الجمهورية الجديدة سيادة الوزير، والحقيقة دلوقتي هو ده التوجه الأساسي اللي كل مؤسسات الدولة بتعمل على تحقيقه، العمل على الإعداد للجمهورية الجديدة من خلال الاهتمام بجودة حياة المواطن المصري. وإحنا دلوقتي من قلب صعيد مصر، وطبعا أهالينا في الصعيد يستحقوا كل هذه التنمية الشاملة في جميع المجالات. إزاي ده هيتم في إطار الإعداد للجمهورية الجديدة فندم؟ اللي انا يمكن الخص كلامي اللي سعادتك قلته اللي فات كان هلخصه في يعني جمل بسيطه، وهي دي الفكره الاساسيه اللي احنا بنتكلم فيها اللي هو الاعداد للجمهوريه الجديده. الاعداد للجمهوريه الجديده محتاج مننا ان احنا نقدر نوفر حياه كريمه. يعني انا عايز اقول لسعادتك كان فخامه الرئيس في اول لقاء في 2018 للبرنامج ادانا ثلاث تكليفات عشان خاطر نهتم بالمشروع، ثلاث تكليفات محددين. الجزء الاولاني الاهتمام بالمشروعات المتوقفه، نمره 2 الاستجابه السريعه للمواطنين، نمره 3 الحفاظ على المال العام لاقصى درجه، بالاضافه لتطوير الاداره المحليه. الاربع اهداف دول اللي هو حققناهم هم دول اللي هنستند عليهم في اعداد الجمهوريه الجديده، واللي احنا فعلا بدانا فيه ومشينا فيه بخطوات ايجابيه. يمكن سياده الرئيس في من شهرين بالظبط طلع قرار ان احنا ان الاداره من وزاره التنميه المحليه تطبق كل انظمه التطوير اللي حصل في الانظمه المؤسسيه للتنميه المحليه على كافه محافظات الجمهوريه. اعتقد ان دي ان شاء الله تكون بدايه جيده ان شاء الله للجمهوريه الجديده. سؤالي الاخير لحضرتك معالي الوزير، وزاره التنميه المحليه ليها خصوصيه انه هي دايما حلقه الوصل ما بين الخدمات اللي بتقدمها الوزارات والمؤسسات المختلفه والمواطن واحتياجات المواطن. ازاي وزاره التنميه المحليه بتقدر تقوم بهذا الدور؟ السؤال ده جميل جدا، بس انا عايز اقول لسعادتك ان احنا وزاره التنميه المحليه باعتبار ان هي موجوده كوحدات محليه وقريبه جدا للمواطن، فالمواطن في اي مكان ما بيعرفش حد غير ورئيس الوحده المحليه او العامل داخل الوزاره المحليه. ولذلك كان سياده الرئيس كان بالنسبه لنا كان في تكليف ان احنا نرفع من كفاءه العاملين داخل الوحدات المحليه بحيث ان هم يقدروا يحققوا اهداف او اراء او فكر المواطنين، او ان هم يبتدوا يحققوا احلام المواطنين ان هم ممكن تقدر تتعمل او تتنفس. وبالتالي كان عندنا ان احنا خلاف التطوير المؤسسي اللي احنا عملناه كاداره محليه بالنسبه لنا عشان نبقى قريبين للمواطن اكتر، ان احنا عملنا تسهيل لاجراءات زي مثلا المراكز التكنولوجيه، عملنا في سيارات مترقله للمراكز التكنولوجيه، منها بتقلل احتكاك الموظف باحتكاك بالمواطن، في نفس الوقت بتؤدي الخدمه بسهوله ويسر، وبتقلل من زمن كمان استخراج التراخيص واستخراج. فبالتالي دي كلها اجراءات بنحل ان احنا بنحاول فيها يعني نخلي نحسن من الوضع الحكومي لدى المواطن وشعوره باهتمام الدوله بيه. بشكر حضرتك جزيل الشكر وزير التنمية المحلية لواء محمود شعراوي، كل التوفيق في تحقيق التنمية الشاملة لأهالينا في صعيد مصر وفي كل مصر إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا.